السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا إن شاء الله نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. علاش لا؟ كما كتشوفوا هذا الفيديو راه في غاية الأهمية. علاش نقول لكم علاش؟ لأن بعض المشاكل كيديروا لي رام وتا واحد ما كيجيب لهم الأخبار وما تعرفش علاش منين كيجي هذا المشكل هذا. أنا غنشرح لكم مزيان الطرق باش كيكون هذا المشكل هذا. هو أنه خاصك ضروري تفيريفي الرام ديالك لعل وعسى يكون فيها مشكل، وغنوري لك انا بعض المشاكل كيديروا لي رام. انا غادي نشارك معكم هذه الاشكاليه وغنديروا تجربه باش نبينوا لكم المشاكل ديال لي رام. المشاكل ديال لي رام راه سيرتو لي زورنيتور عندهم علاقه، لي رام عندهم علاقه بالديماراج الاكثريه. الا ما كانش الرام مقاده و يعني ما فيهاش مشكل، راه الاورديناتور ديالك تيديماري بعد. من ناحيه المشاكل الاخرين بعض المشاكل كيكونوا لكن ماشي بزاف. تبغي تبدل الرام ديالك هاد القضيه هادي خصك تكون في العلم ديالك. اما الا كان الباتري ميت ماشي مشكل. اذا كنحيد هذا. كما كتشوفوا انا راه حيدت ليفيس لهاد لابلاك هادي. كما كتشوفوا الديسك ديالنا هو لي رام هما بلاصه البروسيسور ها هي. اذا دابا ان شاء الله نديروا فيديوهات نقول للمشتركين، وانه المشتركين بحال عندهم ما عندهمش علاقه بالزورديناتور. علاش نقول لكم المشتركين اللي عندهم علاقه بالزورديناتور عندي في القناه، الا كيعرفون شي ناس اخرين عندهم علاقه بالزورديناتور عندهم هذا الميدان عزيز عليهم، بقاو بارطاجيو لهم، بارطاجيو ويوري لهم القناه لعل وعسى يكون عندهم شي مشكل ويلقاو عندي في القناه. انا راه كندير بزاف ديال لي فيديو على المشاكل ديال الزورديناتور. اذا كما كتشوفوا هاد الرام هادي راه في واحد المشكل. انا غندير لكم تجربه بهذه اللي خدامه مزيان، وغنوري لكم اش كدير هاد الرام هادي، المشكل اللي كدير هاد الرام هادي. صافي تفاهمنا. اذا على بركه الله كما كتشوفوا الرام ديالنا ويتحيد، كتبرك عليه هاد الكروشي من جناب كتحيد الرام ديالك هكا بهاد الطريقه سهله. ها هي كما كتشوفوا هاد الرام ديالنا مقاده، وغنوري لكم باش ما تقولوش بان راه غدير داكشي من عندي ولا. اذا على بركه الله كما كتشوفوا انا داير، انا درت هاد الاورديناتور درتو في اكرون اكسترن، ها هي قدامكم. اذا غنشعلو بسم الله الرحمن الرحيم. بركه الله كما كتشوفوا غتشوفوا بان هاد الويندوز هذا وغادي يشعل عادي، كاين تي اشكاليه. كما كتشوفوا شوفوا الويندوز ديالنا كيتشعل عادي. هاد التجربه هادي باش تفهموا مزيان وتعرفوا المشكل بالضبط. صافي. اذا كما كتشوفوا هو عطانا مود باس كما كتشوفوا، يعني الويندوز ديالنا ما فيه حتى اشكاليه وما كاين حتى مشكل، ياك. اذا شوفوا فاش غادي نغير الرام اللي فيها. نحضروا الاورديناتور وغادي نبين لكم حتى هنا باش يبان لكم كما كتشوفوا. اذا انا غنحيد كما كتشوفوا الاورديناتور، غنطفيه من البوطونه باش ما يكونش شي اشكال. كما شفتوا دابا غير ينزل الاورديناتور تيدير ايكرون دو في ماشي مشكل، غادي نجربوا الباتري وغادي يبقى ماشي مشكل يبقى اون في. اذا كما كتشوفوا انا حيد دابا الباتري، غنحيد الرام ديالي. انتم شوفوا الخلل اللي كدير، وكاين حتى مشاكل فيها بعض المرات كدير بحال في كارت جرافيك. وشوفوا مزيان، شوفوا راه الفيديو راه مهم. اذا كما كتشوفوا انا غنهز دابا الاورديناتور. اذا كما كتشوفوا انا دابا هزيت الاورديناتور باش نشعلو ونزلو واحد شويه باش يبان لكم ليكرون. اذا كما كتشوفوا شوفوا الطريقه اللي غديرها هاد سميتها هاد الرام دابا اللي درنا. ها انتوما ها هي طلعات. شوف كيشعل عادي، شفتوا كيشعل عادي، يعني ما يمكنش ما غاديش تقول محال شي، يمكن محال شاش من الرام. اذا كما كتشوفوا هاد الميساج اللي طلع ديال لي اونطري دابا انا ما عادش كندير باش ندير لكم اونطري، ولكن ماشي مشكل. كما كتشوفوا شوفوا الطريقه، شتي شوف الاورديناتور طفى، شتي الاورديناتور طفى، شوفوا شتي الطريقه كي تدير هاد الرام هادي، زعما خطيره هاد الرام هادي. يعني شوف المشكل هذا. انتوما انا شعلته ثاني، شوفوا شوف فاش بغيو يبدا الويندوز كطفى. فاش يبغى يبدا الويندوز اما كيتبلونطا. شوف واش عطي لينا هنا، نركب ليه الكلافي اكسترن باش ما كاينش كي غنديرو الكلافي الاخر. درت ليه الكلافي اكسترن باش ما يمشي ليناش.
كليك لاف اكسترن باش ندير اونتري. شوفوا هنا شوفوا هنا ها فاش تبغي تجمع هذه تجبد داك اللوغو ديال ويندوز شتي كتبلوكا شوف كتطفى في بلاصه. اذا هذا الفيديو اللي بغيت نشارك معكم وهذا الشيء اللي بغيت نوري لكم اشنو كدير الرام كما كشفتوا ها هي الرام باقه هنا شتيها ها هي الرام باقه. انا دابا غنحيد الباتري وغادي نرد هذه الرام هذه ها هي شوف شتو شنو كدير هذا الرام دابا شتي المشكل شتي اما كيبقى داك اللوغو في الاول قبل ما ندير التجربه كان اللوغو تيبقى مبلوكي هنا اللوغو داك اللوغو ديال ويندوز ديال ديماراج ويندوز كيبقى مبلوكي تتبقى الصوره مبلوكي. اذا شحال من حتى تصحاب واش كارت جرافيك واش مشكل في الديسك دور واش هادي انا نعطيك نصيحه ديما بقى تجرب الرام هي الاولى صافي ديما بقى دير الرام هي الاولى جربها هي الاولى. هذه حيدناها وحنا غنردو الديسك دور ديالنا الشارجر الباتري ديالنا كما كتشوفوا. اذا غنشعل هنا شعلت ها الويندوز ديالنا غادي يطلع الاورديناتور ديالنا غادي يخدم. اذا كما كتشوفوا خصني نهز لكم دابا هذا باش يبان لكم فوالا كما كتشوفوا نفس الطريقه الرام الاخرى كدير نفس الطريقه هكا باش تخدم. شوفوا هو عطانا ثاني شوف نوصيكم الى عطاكم هذا الكوموند هادي لونسي لي زوتي دو ديماراج سيستيم ما ديرهاش راه ديك كتخرج على الديسك دور. انت غتقدر دير هذيك فاش يكون عندك شي مشكل ولا هادشي كيطرا غير فاش كتطفي الاورديناتور بواحد الطريقه عشوائيه. اذا كما قلت لكم هاد اللوغو هذا ها هو تيطلع بحال قبل كان تيطلع هذا وتيتبلوكا تيبقاو هاد اللاعبين مبلوكين وتيبقى غير من الشكل لك المشكل بلا ما تمشي لكارت جرافيك ولا تمشي للديسك دور ولا تبقى تقول انا لا عندي شي مشكل. شوف غير بدل الرام هي الاولى وتما من بعد شوف الاشكاليه فين كاينه. اذا كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. انا بعض النصائح وباقي غادي نعطيكم نصائح زعما واعره غادي تعجبكم ان شاء الله. تنتمنى الناس اللي ما شاركوش يشاركوا راه كاين الناس اللي كتفرجوا ومازال ما مشاركينش نتمنى يشاركوا باش نزيدوا لقدام ونستافدوا كاملين. يلا ما تنساوش بارطاج واللايك والله يعاونكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اذا واحد الفكره بغيت نزيدها لكم على الرام كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا اللي درت لكم دابا فيديو ونصائح على الرام والطريقه كي انك تعرف الرام ديالك واش فيها المشكل ولا لا. كنتمنى من تستافدوا ان شاء الله من هذا الفيديو هذا. كما كتشوفوا بغيت نزيد لكم واحد الفكره على حساب هذا بي سي 3 وهذا الرقم اللي كاين هنا كما كتشوفوا 10600 اس يعني هذا الرقم هذا خصو يكون في الا بغيتي تزيد واحد الرام اخرى يكونوا جوج خاص يكون هذا الرقم بحال هذا. شوفوا 10600 كما كتشوفوا 10000 خاص بحال هذا الرقم يكونوا ايكيفالون بحال ما يكونش الرقم مخالف مع هذا الرقم هذا كانوا فيديروا غير الرقم وتيديروا استحداث. اذا هادشي اللي كنعرفوا وهادشي اللي كنفهموا نتمنوا ان شاء الله ينال الفيديو الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بارطاج ولايك. يلا الله يعاونكم.